مراسلنا في درعا براء عمر ينضم إلينا مباشرة من هناك. آخر ما وصلت إليه جهود عمليات الإجلاء المصابين لو سمحت، وإذا كان أي تطورات هناك لديك فيما يتعلق بهذا التصعيد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. 10 شهداء اليوم في السهول الجنوبية المحيطة لمدينة درعا. طبعا هؤلاء الشهداء منهم 4 أطفال في محصلة لمجزرة جديدة تكبها طائرات النظام بالبراميل المتفجرة. هذه المجزرة ارتكبتها قوات النظام في منطقة هرب إليها النازحون عن أحياء درعا البلد التي تشهد معارك عنيفة بين قوات النظام وبين فصائل الثوار. طبعا هذه المنطقة تتواجد فيها أكثر من 100 عائلة التي تم استهدافها المنطقة، حيث يقضي النازحون في السهول المحيطة أوضاعا صعبة للغاية. طبعا تقريبا 10 شهداء سقط في هذه المجزرة وأكثر من 20 جريح حتى اللحظة، كما أفاد الدفاع المدني. طيب، هل من تطورات يعني بهذه اللحظة؟ كيف هو الوضع بدرعا على الأرض؟ نعم، قوات النظام لم تتوقف منذ أن ارتكبت هذه المجزرة وحتى اللحظة عن قصف الطرق التي يقوم الدفاع المدني من خلالها بإخلاء المصابين. طبعا المصابين حالتهم خطرة، ومرجح أن يرتفع هذا العدد، عدد الشهداء، إلى أكثر من 10 شهداء. الوضع صعب للغاية، قذائف الهاون والمدفعية لا تتوقف على هذه المناطق التي يقطن فيها النازحين. أنا أشكرك جزيلا على هذه المعلومات من درعا مراسلنا براء عمر.